بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. استكمالا للفيديو السابق الذي كان بعنوان حماية الفيسبوك عن طريق جهات الاتصال، في الفيديو السابق قمنا بإضافة جهات اتصال إلى حساب الفيسبوك، وفي هذا الفيديو سوف أقوم بشرح طريقة استرجاع الفيسبوك الذي تم اختراقه أو تم إغلاقه عن طريق جهات الاتصال او الاصدقاء الموثوق بهم، جهات الاتصال الموثوق بها او الاصدقاء الموثوق بهم كما ذكرت في الفيديو السابق. فكل ما عليك فعله هو تسجيل دخول الى حسابك، على اعتبار اننا طبعا لا فقدنا الحساب ولا نستطيع الدخول اليه. فلنتوجه الى هل نسيت كلمة المرور، وبعد توجهنا الى هل نسيت كلمة المرور نقوم بالضغط عليها. بعد ضغطنا الى هل نسيت كلمة المرور، طبعا هنا يطالبك كيف يمكنك التحصل على رمز التحقق. طبعا تنزل لاسفل ومن ثم تقوم بالضغط الم يعد لديك صلاحية الوصول الى هذه العناصر. نقوم بالضغط عليها، وبعد ضغطنا عليها تنبثق لنا صفحة بهذا الشكل، تطالبك بادخال بريد الكتروني او الهاتف الخاص بك. طبعا تقوم بإدخال البريد الإلكتروني، ليس البريد الإلكتروني الذي هو بالحساب طبعا، لأنه قد يكون قد تم حذفه. فتقوم بإدخال بريد إلكتروني ليتم لتتوصل بالرمز بهذا البريد. نقوم بكتابة بريد إلكتروني، طبعا تقوم بكتابة البريد الإلكتروني ومن ثم تقوم بتأكيد البريد الإلكتروني. بعد كتابة البريد الإلكتروني وتأكيده تقوم بالضغط على متابعة. بعد ضغطك على متابعة سوف تنبثق لك صفحة بهذا الشكل. في هذه الصفحة يوجد رابط، هذا الرابط تقوم بإرساله إلى الأصدقاء الذي قمت بإضافتهم كجهات اتصال. نقوم بنسخ الرابط وبعد نسخنا لهذا الرابط نقوم بالتوجه الى هذا الخيار الكشف عن جهات الاتصال، جهات الاتصال الموثوق بها. تقوم بالضغط عليه، وبعد ضغطك عليه تقوم بالبحث على اي من هؤلاء الاصدقاء الذي قمت بوضعهم او اضافتهم كجهات اتصال موثوق بها او اصدقاء موثوق بهم لاسترداد الحساب. تقوم بكتابة الاسم بالكامل ومن ثم تقوم بالضغط على انتر، وبعد ضغطك لانتر سوف تتحصل على هذه الصفحة. وبعد تحصلك على هذه الصفحة طبعا سوف تتوجه الى الصديق الذي كما نسخنا الرابط، كما ذكرنا او نسخنا الرابط، ومن ثم نتوجه الى احد الاصدقاء، ومن ثم نقوم بارسال له هذا الرابط. طبعا تقوم بتوجه عبر فيسبوك اخر او ما شابه ذلك او عبر البريد الالكتروني، تقوم بايصال الرابط الى صديقك، ومن ثم يزور الرابط ويطلعك على رمز التحقق. طبعا الصديق يقوم بزيارة الرابط، نقوم بلصق الرابط في شريط العنوان ويكون الفيسبوك طبعا مفتوح. هذا بالنسبة الى الصديق الاول.
طبعا يطالبه بأن صديقه بحاجة إلى مساعدة. نقوم بالضغط على كونتينوار. هنا اللغة تختلف عندي قليلا. نقوم بالضغط على كونتينوار ومن ثم نقوم بالتوجه إلى الصفحة الثانية والتي تطالب منه التأكيد هل هذا الصديق طبعا من الفيسبوك. طبعا يخبرك بالتوجه أو الاتصال بصديقك للتأكد من أنه هو الشخص المطلوب، ومن ثم تقوم بالضغط هنا على الخيار الأول ياس. طبعا وهذا الخيار يفيد بأن هذا الصديق هو الصديق الفعلي، وبعد ذلك نقوم بالضغط على كونتينوار أو التالي. وبعد ضغطنا على كونتينوار أو التالي طبعا تنطلق لك صفحة بهذا الشكل تحتوي على كود التحقق الخاص بهذا كود التحقق الذي سوف يرسله إليك هذا الصديق. طبعا نقوم بنسخ الكود ومن ثم نعطيه طبعا ليرسله إليك ليرسل إليك الكود. طبعا بعد إرسال الكود فسوف تدخله في المكان الأول، ويتبقى مكانين، فتقوم بإرسال الرابط إلى الصديقين المتبقيين، ومن ثم يرسلون إليك الكود، ومن ثم تضعه في الأماكن الفارغة والمتابعة لاسترداد هذا الحساب. بعد إدخال الرموز في مكانها ومن ثم الضغط على متابعة سنبثق لك صفحة أخرى تقوم بكتابة كلمة سر جديدة ومن ثم متابعة لتنتقل مباشرة إلى فتح الحساب. إلى هنا ينتهي الشرح. أرجو أن يستفيد الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.